الحمد لله طلع لي هلا كلية الحقوق وإن شاء الله مستمرين فيها بالجامعة. سوريا نبنيها بالعلم والعمل. كانوا خوضوا معارك متعددة مو بس معركة واحدة. المعركة الأولى هي كانت معركة تحرير الأرض من الإرهاب، واليوم لما تنتقلوا لتفوق وللتحدي بالمجال العلمي فأنتوا عم تخوضوا الآن معركة تحرير الأرض من الجهل. أنا بمرحلة جديدة من حياتي حلوة كتير بحبها، وهي مرحلة الحياة الجامعية. جرحى بالذات هن الذاكرة الحية تبعنا، يعني كل جريح اليوم هو درس لإلنا كلياتنا على الوطنية، على الانتماء، على الإرادة، على كيف الواحد بيحط سوريا قبل أي اعتبار تاني. فيني شبه الجريح للاعب كرة قدم بينصاب وبيتعافى وبيرجع بإصرار ليكمل. قد ما دعم البرنامج وقد ما كان عنده موارد وخدمات، بالأخير النجاح الحقيقي هو من خلالكم، من خلالكم، لأنه أنتوا اللي عندكم بالأخير القدرة والإرادة. تفوقتوا بامتحانين كبار. الامتحان الأول هو الامتحان الوطني، والامتحان الوطني اللي تفوقتوا فيه انتوا، تفوقتوا فيه انتوا وكل من حمل السلاح ودافع عن بلده، تفوقتوا فيه على علينا كنا. والآن عم تتفوقوا باختبار آخر هو اختبار العلم. لما بيجي مشروع جريح الوطن ليدعم النماذج اللي مفتخر فيها، فهو عم يدعم مضمون هذا المشروع. مضمون هذا المشروع هو الإرادة الصلبة وهو الوطنية.